قصة الأنبياء بدأت مع سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء اللي سمعوا كلام الشيطان بدل من كلام الله سبحانه وتعالى، عصوا الله وفسدت العلاقة الطيبة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، وهم أول من ارتكبوا المعصية، وبسبب معاصيهم انحرموا من حياة الخلود وحاولوا أنهم يتغطوا بورق شجر باش يستروا عورتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى دار لهم حل ثاني، وبدال من ورق الشجر غطاهم الله بسترة من جلد حيوان، وهكي الله سبحانه وتعالى ستر عورتهم. بنا آدم عليه السلام وأمنا حواء جابوا ولدين، وهم قابيل وهابيل. قدم قابيل لله سبحانه وتعالى قربان من منتوجات المزروعات اللي زرعها، وقدم هابيل أحسن ما عنده من غلمة. رضي الله سبحانه وتعالى باللي قدمه هابيل، لكن اللي قدمه قابيل ما رضيش به. ليش؟ لأن المعصية تسبب في الحرمان من حياة الخلود مع الله سبحانه وتعالى، والمعصية ما تنغفرش إلا بنفس حية. وغار قابيل وقتل أخوه، وهكي ناس واجدة تعلموا المشي في طريق الضلال بسبب عملته، ومرت مئات السنين وبدأت الحياة ما عادش تنطاق بسبب أفعال الناس الشينة، وكانت إرادة الله بأن يمحك كل الناس من على وجه الأرض إلا سيدنا نوح عليه السلام وعائلته. أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام أن يبني سفينة كبيرة، لأن حكم الله سبحانه وتعالى جاي وما فيش أي طريق للنجاة إلا السفينة. لكن ضحكوا الناس على سيدنا نوح عليه السلام لين سمعوا صوت الرعد وشافوا البرق في السماء، ونزلت المطر من السماء وتفجرت المية من بطن الأرض، وما عرفتش الناس إيش تدير، وجاء الطوفان وقتل كل إنسان وكل حيوان من على وجه الأرض بسبب معاصي الناس، وما جي حد غير سيدنا نوح عليه السلام وعائلته والحيوانات اللي جابها الله للسفينة. بعدها جاء أب جميع المؤمنين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأوحى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وقال له خذ ولدك وقدم ضحية على الجبل. وبالرغم من أن الطلب كان واعر، لكن طوع سيدنا إبراهيم أمر الله سبحانه وتعالى، وأثبت سيدنا إبراهيم عليه السلام أن إيمانه قوي، وخذ ولد الجبال اسمه موريا. ولكن في اللحظة اللي جاء فيها سيدنا إبراهيم بيذبح ولده، منع الله سبحانه وتعالى وقدم له كبش بدل من ولده. بالكبش تم الفداء ونجي ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعد 400 سنة بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام باش يطلع بني إسرائيل من العبودية في بلاد مصر، ولكن فرعون كان معرض الفكرة، وعلشان هكي جلب الله سبحانه وتعالى عليه 10 مصايب. وفي المصيبة العاشرة دز الله سبحانه وتعالى ملاك الموت باش يقتل الولد البكر في كل عائلة إلا العائلات اللي أمرهم الله بأن يذبحوا خروف ضحية ويحطوا دم على قفص الباب البراني، باش ولما يشوف الملاك الدم يعرف أنها العائلة قدمت ضحية على ولادها البكر. واللي طاع الله سبحانه وتعالى من اليهود والمصريين سواء كانوا عبيد ولا أحرار ظناهم نجوم الموت، واللي رفضوا يصير لهم في هذه الليلة كيف ما تنبأ به سيدنا موسى عليه السلام، بكاء وصريخ واجد يصير في كل مصر من العائلات اللي رفضت رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعدها أعطى سيدنا موسى عليه السلام للناس كتاب التوراة اللي حدد فيها الله سبحانه وتعالى شريعة غفران الذنوب، اللي مكتوب فيها أن صاحب المعصية يجيب كبش لشيخ الدين ويحط صاحب المعصية إيده على رأس الكبش، والمقصود من هذا نقل العار والذنب للحيوان، وبعدها ينذبح الكبش ويسيل دمه ويغفر الله سبحانه وتعالى أذنوب العاصي. تبع سيدنا داود عليه السلام وجميع الأنبياء كتاب التوراة، لكن الناس استغربوا وقالوا زعم صحيح أن بدم الكبش والمعيز يغفر الله ذنوب الناس،
والله علامات ودلالات لشيء مازال بيجي في المستقبل. وتنبى سيدنا داود بالملك الجاي السيد المسيح سلام علينا بأن يجي ملك من نسل داود ويحكم بالعدل ويكون متواضع وطيب وقلب رحيم. هو المسيح سلام علينا، الإنسان الكامل بلا خطية، بريء طاهر، يتعذب في النهاية يضحي بحياته وتكون تضحية لها مقدار ويكون هو الذبح العظيم. سيدنا عيسى سلام علينا جابت أمه في زريبة حيوانات لأن ما عطاش حد دار وين يسكن. انولد طاهر من عذراء، ملك لكن فقير من نسل سيدنا داود عليه السلام. جو رعيان رقد رياح من القرى وجو الناس من هل الحكمة ومن الأغنياء من جهة الشرق باش يكرموا المولود ويشهدوا على أن هذا هو المسيح المنتظر سلام علينا واللي قالوا عليه في كتب الله سبحانه وتعالى. بشر سيدنا عيسى سلام علينا بالمحبة وبالحق وبالسلام وبالتواضع، ومع أن كان نجار بسيط لكن كان معلم كبير. الضايق من المنافقين اللي فضلوا العادات الدينية على محبة الله سبحانه وتعالى وحبوه الفقراء والطيبين والتايبين وحتى اللي ما عندهمش دين. شفاء البكم والعمي والبرص وطلع جنون من المجانين وحتى الميتين ردهم للحياة من جديد. راجل بلا مسكن، معلم متجول، ينادي على أحباب الله سبحانه وتعالى باش يحيوا حياة صالحة. وسيدنا عيسى سلام علينا قال على الله سبحانه وتعالى أنها قريب له كيف الأب لولده، وورى كل الناس بأن الله القوي يحبهم كيف بوهم. والله سبحانه وتعالى يريد كل الناس يكونوا كيف أولاده المحبوبين، ولكن المشكلة أن الناس كانوا غارقين في الذنوب والله سبحانه وتعالى قدوس. وذنب الإنسان بدأ من سيدنا آدم وكان سبب في قطع العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وسيدنا عيسى المسيح سلام علينا كان عارف إيش يدير باش يرد العلاقة من جديد. تنبأ النبي يحيى بسيدنا عيسى سلام علينا بقوله شوفوا حمل الله الذبح العظيم اللي شال ذنوب العالم. سيدنا عيسى سلام علينا كان هو المسيح المختار باش يكون الذبح العظيم. المسيح سلام علينا عمره مخطي، كان كامل القدسية وطاهر باش يدفع ثمن المعاصي. السيد المسيح البريء ياخذ مكان المجرم، طاهر لكن ياخذ مكان الإنسان العاصي. يطيع أمر الله سبحانه وتعالى ويقدم نفسه ضحية وهك يكون فدية للناس العاصيين باش يحررهم من عبودية الذنوب ويردهم العلاقة اللي خربها آدم عليه السلام، علاقة القرب والمحبة مع الله سبحانه وتعالى. وسيدنا عيسى سلام علينا ضحى بنفسه على الصليب مش بسبب اليهود ولا بسبب الرومان ولكن بإرادة الله. ضحى الله سبحانه وتعالى بسيدنا عيسى سلام علينا باش يصير كل اللي كتبوا عليه الأنبياء بأنه يكون هو الذبح العظيم اللي يشيل ذنوب العالم كله. ولكن صار أكثر من هكي، بعد 3 أيام رفع الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى، وهذا كواعد من الله للناس اللي يؤمنوا به أن كل من يؤمن به حتى هو يقيم الله من الموت ويعيش حياة خالدة مع الله. ووعد سيدنا عيسى المسيح سلام علينا أتباعه بأن توه يرد لهم من جديد، ولكن في هالمرة يرد لهم ملك وحاكم عادل. المسيح سلام علينا هو عطية الله سبحانه وتعالى للناس باش ما يموتوش بذنوبهم وما ينحرموش من حياة الخلود مع الله سبحانه وتعالى. وكل من يقبل تضحية سيدنا عيسى سلام علينا أترد علاقته الكاملة مع الله سبحانه وتعالى. لكن كيف أي عطية ما تقدرش تحصلها إلا بعد ما تقبلها وترضى بها.